مفروض انه شعل. هل الصوت الان موجود؟ صوت جيد، ممتاز. هذا هو مايك ميكرو، وان شاء الله يكون الصوت نتاعه احسن من الصوت اللي هو بدون ميكرو. ممتاز. اذا كان في خلل والله خبروني، مساعد ايضا اذا كان في خلل يخبرني ان شاء الله. اذا مره اخرى اخواني الافاضل، نحن اليوم الاربعاء 25 ماي 2022، والساعة 9:27 دقيقة مساء بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب. أزل في اللون إخواني. بسم الله نبدأ حديثي إليكم اليوم. يتطور إلى مجموعة من القضايا الداخلية بما فيها زيارة تبون المزور إلى إيطاليا. ما معنى ذلك خاصة هذه الزيارة، وأيضا قضايا أخرى، إضافة إلى موضوع الألعاب، ما يسمى بألعاب البحر المتوسط، لمبدئية راح تبدأ بعد شهر من الآن بالضبط في 25 جوان في وهران وما جاوره. طبعا سنمر أيضا على بعض القضايا الدولية. القضايا الدولية اليوم عندنا ربما تعليق سريع على ما يجري هنا في هذه البلاد، وعلى مطالبات الناس لبوريس جونسون بالاستقالة، وأيضا ما جرى في الولايات المتحدة من قتل ومجزرة مست عدد كبير من الأطفال، حوالي 20 طفل وجرح عشرات الآخرين من الأطفال ومن الرجال والنساء أيضا. لكن قبل ذلك دعونا نمر مباشرة إلى أوضاع إخواننا المعتقلين. فقد قضى ما يسمى بمجلس قضاء العاصمة بتأجيل محاكمة حامد سبيحة ويوسف تواتي إلى يوم الاثنين 6 جوان أمام ما يسمى بالغرفة الجزائية، وهو عن استئناف بحكم ابتدائي كان في 2 حبس نافذة الصادر من قسم الجنح. وهذا هما إخواننا اللي راهم معتقلين عند العصابة. وأما أخونا زبير برغثة فقد حكم عليه بعام وست شهور حبس من محكمة ما يسمى بمحكمة جنايات قلمة، وهذا هو أخونا زبير. بسكرة قضت ما يسمى بمحكمة الجنايات الابتدائية بإدانة معتقل راي ياسين جودي بعام حبس نافذة و50,000 دينار غرامة. عام راهو عنده تقريبا 11 شهر وهو مسجون، بمعنى أنه المفروض قالوا شهر وشوية باش يخرج بداية جويلية إن شاء الله. وفي البيض أيضا التمست ما يسمى بالنيابة العامة بتشديد العقوبة في كل من حق محمد المهدي العربي وبوجمع يوسفي ونور الدين طاهري، وهؤلاء هم إخواننا اللي العصابة تريد محاكمتهم أيضا، أو التمست في حقهم هذا الحكم بتشديد العقوبة. والعقوبة أو القرار سيصدر يوم 31 ماي. محاكمة أيضا المعتقل عبد الله خمقاني أمام ما يسمى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، و مع التماس ما يمثل النائب العام هذا أو الوكيل الجمهورية 20 سنة سجن. التمس له 20 سنة سجن بعد مرافعة هيئة الدفاع. قررت محكمة الجنايات ببراءته من جناية الانخراط في منظمة إرهابية والإشادة بأفعال إرهابية وجنحة المساس بالوحدة الوطنية وإدانته بترويج أنباء كاذبة وجنحة التحريض على التجمهر. للتذكير كان قد أدين ب 18 حبس نافذة مع براءته من الجنايات. عشرين سنة، يعني ما يسمى بوكيل الجمهورية طلب له بعشرين سنة. مجرمين حقيقة، إجرام كبير يعني. هذا هو أخونا عبد الله خمقاني، الصورة هنا يظهر مع زميل له أيضا.
يمس ثلاثاء 24 ماي محاكمة معتقل راي إلياس الليج، وقد أدين بعام حبس نافذة وغرامة مالية 10 ملايين. هذا هو إلياس الليج، أدين بعام حبس، كل ذنبهم أنهم أرادوا أن تحيا الجزائر، أرادوا أن تنهض الجزائر، أرادوا أن تستقل الجزائر، أرادوا أن ينتهي النهب على نطاق واسع، أن تنتهي الرداءة، أن ينتهي الظلم، أن تنتهي الحجرة، أن تنتهي الحرقة. أرادوا للجزائر أن تنهض، وللشعب الجزائري أن يستقل، وللبلاد الجزائرية أن تزدهر. المافيا الإرهابية، مافيا العسكرية ومخابراتها الإرهابية وقضاء تليفون يحاكم هؤلاء الأحرار. وفي محاكمة هؤلاء الأحرار، لعلكم تابعتم وكان هناك متابعة كبيرة أمس لهذا الموضوع. الشرطي السابق توفيق حسني، وقد صور لحظات اللي صدمت عليه، دخلت عليه القوات القمعية، وهو الذي كان صرح وقال بأن أنا مانيش قوات قمعية، أنا أمن وطني، مانيش قمع وطني. حاسبوه حساب عسير، عذبوه، سجنوه، سجنوه أكثر من مرة، آخر مرة سنتين. تهجموا على والديه، تهجموا على أسرته، الآن هجوم هنا على بيته بما فيهم أبناءه، تسمعوا في زوجته أبناءه وحديث أو صرخ من الخلف. لماذا؟ لأنه مشى مع الشعب الجزائري، لأنه شرطي حر وفهم وش معنى أن تكون شرطي، وهو أن تكون في خدمة الشعب حقا وليس في خدمة المافيا الإرهابية بوجهها العسكري والمدني. لأنه منذ الأيام الأولى للحراك وبعد ما بدأ القمع ضد الحراك انسحب وأعلن بأنه مع الشعب وأنه يستقيل من الأمن الوطني، لأنه لم يعد أمن وطني وإنما قمع وطني. هو في الحقيقة كان دائما قمع وطني، لكن اللي فضح هذا القمع الوطني، القمع الإجرامي، هو الحراك. لما اتضح لهم بأن الحراك ما خرج فقط من أجل العهدة الخامسة، وأن العهدة الخامسة كان يجب أن تسقط، ولكن ليس فقط العهدة الخامسة، إنما استمر الشعب، استمر الشعب بعد أن أطاح القايد صالح ببوتفليقة ومن معه، عندما استمر الشعب انقلبوا على الشعب، وبدأت بداية من منتصف أبريل 2019 بدأ الاعتقالات. كان من قبلها صارت اعتقالات، من قبلها صار ضرب، من قبلها صار قمع، لكن كان محدود، خاصة الجمعة الأولى والجمعة الثانية، لكن بقى محدود في حدود ضيقة. لكن بعد 15 أبريل 2019 بدأ القمع يتراكم، وبعد الإطاحة بانتخاباتهم انت 4 جويلية 2019 تعاظمت وزادت الاعتقالات وزاد القمع، ليصل هذا القمع إلى حد أكبر مع ما سمي بانتخابات 12 ديسمبر، ولكن ليصبح قمع على المستوى الصناعي، على المستوى الكارثي، بعد أن جاءت العصابة ووضعت التبون المزور. بداية من 2020
تعاظم القمع وتعاظمت الاعتقالات، وفي 2021 وفي رد الشعب على هذه المافيا سماها بمخابرات إرهابية، تسقط المافيا العسكرية لأنها بالفعل مخابرات إرهابية، لأنهم يرهبون. هذه الصورة وقد فعلها بشكل ذكي الشرطي أخونا حساني، هذا اللي لازم نقوم به إخواننا. عندما يأتوك للاعتقال أفتح اللايف وصور، صور دقيقة زوج دقائق ثلاث دقائق، تصل للجزائريين وتصل للعالم. هذه الفيديو هذه قلبت الوضع، قلبت الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي أمس. ومجرد ما تشوفوها إخواني هذه الأشياء مثل هذه، عرفوا أنهم سيقطعونها لأنهم بالفعل غلقوا لهم بعد الحساب بالتأكيد تحت التعذيب أو القمع أو السب، قالوا له أغلق الحساب. لكن الحمد لله أنه كانوا فيه ناس نزلوا الفيديو وانتشر الفيديو وفضحهم على المستوى العالمي، بمعنى أن توفيق حسني قدم خدمة للحراك وللجزائريين، جاءوا يهدوه، جاءوا يعتقلوه، جاءوا يعذبوه، جاءوا يرهبوه ويرعبوه أمام أبنائه، فإذا به يفضحهم أمام العالم. نحن لسنا في التسعينات يا قتلة، يا من كنتم تعتقلون وتقتلون الشباب وتقتلون الرجال وتخطفون النساء في الليل وفي النهار في الصباح وفي العشية، والناس نيام والله والناس قيام، يا مجرمين تغير العالم. الآن اللي عنده تليفون ذكي يوصل صرخاته للعالم، وهاي وصلت صرخات توفيق حساني وسمعها الشعب الجزائري وسمعوها الناس في كل مكان، فإذا بها فضيحة حقيقية لهم. وأنا على يقين بأن كبار المسؤولين يكونوا شتموا هؤلاء اللي بعثوهم وقالوا لهم أنتم فاشلين، كيفاش خليتوه يصور؟ ولذلك نوصي خاوتي وإخواني خواتي، كيجي يعتقلوك أفتح الفيسبوك أو اليوتيوب أو أي مكان فيه لايف ودير لايف، يخافوا ما يحشموش، تذكروا دائما هذه، يخافوا ما يحشموش. الآن أي شيء يحدث توفيق حسني الناس عارفة كيفاش خطف، كيفاش تم ترويعه، كيفاش، فهم راح يكونوا في حالة بائسة في هذه الحالات. ماذا يطالب توفيق حسني وإخوانه؟ ماذا يطالب توفيق حسني ودباغي وقيرة وبوتاش ومراد هاشمي وابراهيم الإعلامي واللي في الداخل واللي في الخارج؟ ماذا يطالبون؟ بماذا يطالبون؟ استقلال الشعب الجزائري، أن يقرر الشعب الجزائري مصيره، أن يختفي الحكم العسكري ويكون هناك حكم مدني يتم محاسبته، أن تكون المسؤوليات بالشفافية، أن يكون القضاء قضاء مستقل، أن يكون الإعلام إعلام مستقل، أن تكون الإدارة في خدمة المواطنين، أن تكون الشرطة في خدمة الشعب، أن يكون الجيش في خدمة البلد وفي خدمة الوطن وفي خدمة الشعب، ليس أن يكون كل هؤلاء عبيد ومرتزقة وعملاء عند المافيا العسكرية ومخابراتها الإرهابية كما سماها الشعب الجزائري. ها وش يطالب الشعب؟ لكن هذه العصابات لا تفهم هذه الصرخات، ربما حتى تسقط وحتى تتهاوى إذا بقوا على هذا الإطار، لأن ما كاش خيار آخر. أنا على يقين من ذلك، أنا على يقين أن الشعب في النهاية في النهاية سيطيح بهم. اسمعوا هذا وش يقول.
ولا قبل هذا اسمعوا. 24 ماي 2022 تاع اليوم، حبي يقول تاع اليوم، أول شيء نتلاقى تاع اليوم. عليك الله يرحمه، عليك ما عرفناه شاه. الله يا ربي يا ربي اعطينا الصبر يا ربي، الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. فاندو 24 ماي، 24 ماي تاع اليوم، ديروا حسابكم بلي تاع اليوم ماشي تاع العام اللي فات ولا قديم ولا تاع اليوم 2022. 24 ماي طلبوا له الرحمة، طلبوا له الرحمة إن شاء الله، وإن شاء الله الله يرحمه رحمه الله. هذه كانت في الغاية أمس، وكما لاحظتم المتحدث يؤكد على أنها كانت 24 ماي 2022. ما زال أبناء الجزائر وبنات الجزائر، أطفالها ورجالها ونسائها، يغرقون في البحار، يغرقون في البحر المتوسط، ويغرقون حقيقة وليس مجازا، يغرقون هربا من المافيا، هربا من اللوبيات، هربا من اللصوص، من الناهبين الذين حالوا حياة الشعب الجزائري إلى بؤس، وبؤس شديد. أغلبية الشعب تعاني البؤس، كثيرين مسهم اليأس، الأمراض، الكوارث، مخدرات، مخدرات منتشرة كما لم يسبق لها مثيل. العصابات الحاكمة متحكمة في الحدود ومتحكمة في البارونات، وتنشر في المخدرات بلا حدود. أصبحت المخدرات حتى في أمام المدارس الابتدائية، بعض المدارس الابتدائية تباع فيها المخدرات في الشوارع في الأحياء، أصبحت هي القاعدة. ما عندنا الشرطة؟ لا، عندنا أكثر من 250 ألف شرطي، وأكثر من 200 ألف دركي، وعشرات الآلاف من عناصر الجيش والمخابرات، ومئات الآلاف من عناصر الزنديكاتور اللي يخدموا معهم. لكن في الحقيقة حامية حراميها، أكثرية كثير من الذين يشرفون على المخدرات هم مسؤولين كبار في الجيش، في المخابرات، في الدرك، في الشرطة، وأحيانا ولات، وهذا باعترافهم هم. عبد الغني الهامل في ضربة 700 كيلوغرام اعتقلوا مباشرة السائق نتاعه، لأنه كان متورط، السائق نتاع المدير العام للشرطة كان متورط في المخدرات. بل أن تبون ابنه كان في السجن، وكان أيضا مع البوشي اللي كان متورط ب 700 كيلوغرام. المخدرات، الفجور، الفساد العارم، تشرف عليه المافيا العسكرية والمخابرات الإرهابية وواجهتها المدنية. إفساد الشعب، جعلوا شعب تافه، محاولة تدفيه العقلية اللي ما يحولوش إلى تافه يحولوه إلى يائس، واللي ما يحولوش إلى يائس يحولوه إلى لص، واللي ما يحولوش إلى هذا وذاك ما يخلولوش مكان إلا الهربة، إلا الحرقة، عبر البحر ولا عبر إفريقيا ولا عبر الفيزا المزورة أو أي مكان. اسمعوا هذا وش يقول. يعطونا هوية أخرى من بلاد أخرى. إذا كان مناش جزائريين، اسمعوا اسمعوا. إذا كان مناش جزائريين شوفوا لنا دولة أخرى، إحنا قابلين نزوي بها الرادقابية اللي حكروا لنا ذاك المال. إيه ليش قابلين؟ إحنا المهم خلص خرجونا من الجزائر وخلاص. إذا ما عندناش حق خرجونا من الجزائر. جزائري جزائري يخلص 45 ألف في بلاد البترول، بلاد الثروة. بلاد الثروة الأخرى والله ما عندنا حق. وطن هذو مجموعة من خوتكم كانوا أمس أمام وهم عمال شبكة ما يسمى بالشبكة الاجتماعية والإدماج الاجتماعي
جاءوا من عدة ولايات، وكانت مظاهرة هذه احتجاج أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وقد جددوا مطالبهم. من بين المطالب اللي سمعته هو يقول فيها هناك، هذا يخلصوا 540 ألف للشهر، يعني بالضبط 25 أورو، 25 أورو للشهر. يعني تخيلوا، هذه الآن ما هيش رواية عن رواية، هاي مظاهرة واحتجاج، والناس يقولوا فيها علنا صراحة، قال لك كيفاش نقدروا نعيشوا 25 أورو، والذين أحيلوا على التقاعد، التقاعد نتاعهم كم؟ 3000 دينار، معناها 15 أورو، أقل من 15 أورو، لأن الأورو راه يدير 21، وتقريبا 21.5، يعني أورو واحد يساوي 215 دينار، باش تعود العبارة دقيقة. لما اللي أحالوهم للتقاعد، تقاعد ب 15 أورو، وهما يخلصوا 5400 دينار اللي هي 25 أورو. تخيل ذلك، تخيل أننا في 2022، وتخيل ذلك، وتخيل أن الحد الأدنى المفروض في البلاد المعلن عليه هو 20,000 دينار، اللي هي أقل من 100 أورو، حوالي 95 أو ما يقارب 95 أورو، مع أن هذون يدوا 25 أورو. ومن حين لآخر يراسلني بعض إخواننا ممن يعرفون بأصحاب الهمم، الذين أصيبوا في أجسادهم أو في عقولهم أو في أوضاعهم أو في بصرهم أو وأوضاعهم بائسة، أحوالهم سيئة جدا. 50 أورو أو أقل، وهذا اللي تصح له، يعني محظوظين منهم يعطولهم أقل من 50 أورو للشهر، يقول لك ما تكفيناش حتى اللي كوش أحيانا، بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض وعجز جسدي كبير. والأسعار في الجزائر، كثير من الأسعار هي مثل الأسعار الأوروبية، كثير من الأسعار، مش كلها لكن كثير من الأسعار. أما النوعية فهي نوعيات سيئة، خاصة مع عملية الخنق اللي راهم عاملينها الآن، ارتفعت الأسعار لكل شيء، كل شيء مستورد ارتفعت أسعاره، مع أن ما يستورد في الجزائر هو في الغالب يستورد دوزيام كلاس، تروازيام كلاس، يعني لا تستورد النوعيات الجيدة، لأن النوعيات الجيدة غالية، والمستوردين يحبوا يربحوا أموال، وفي نهاية المطاف عارفين باللي الناس ما عندهاش قدرات كبيرة للشراء، زايد على الفوضى اللي سائدة، وعلى الرشوة اللي مدوها للجمركي، والرشوة اللي مدوها للمسؤول تاع الميناء أو المسؤول تاع المطار، أو فهو كل هذه يحسبها على المواطن البسيط. وكثير من الأدوية مختفية تماما، مختفية تماما من الساحة. طبعا هذا ما يعنيش المافيا العسكرية، المدنية والعسكرية ما يعنيهمش، المافيا المتحكمة في البلاد ما يعنيهمش، فهم عايشين في حالات انت عارفها هي غير مسبوقة، أصلا ما يمسوش الصلاير، أصلا ما يعرفوش حال داخل نتاعهم، لأن تجيهم شكاير معمرة بالدينار وبلورو بالدولار، واللي ما تجيهش تروح له مباشرة للحسابات في الخرج. هاو على الشعب الجزائري يسعى لقيام دولة مدنية، دولة عدل، دولة قانون، دولة يكون فيها كل شيء بالشفافية وبالوضوح، لأن الحاكم اللي يجيبه الشعب يا إما يخدم الشعب يا إما الشعب يطيح به. أما الحاكم اللي تجيبه دبابة العسكر فهو خديم عند العسكر، وهو متواطئ مع الجنرالات، وهو في خدمة المخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية على أي مستوى كان. ها وعلاش يجب قيام دولة مدنية بحق، حتى مش دولة مدنية انت عبث أو تتلاعب. كانوا راسلوني أيضا بعض إخواننا من حملة الشهادات العليا، ماجستير ودكتوراه، اللي عاملين مظاهرة، استو أدري إذا كان عندي الصورة، عاملين مظاهرة أمام ما يسمى بوزارة التعليم العالي في هذه الأيام اللي فاتت، وأحوالهم بائسة جدا أيضا. شوف ممكن راي عندي الصورة هنا، أي نعم، بعثي لي
حاملي الدكتوراه والماجستير يحولون إضرابهم إلى اعتصام أمام الوزارة، وذلك تنديدا بما وصفوه بغلق الوزارة الوصية باب الحوار حول بطالة النخبة الجامعية، موجهين نداء إلى ما يسمى بالرئيس من أجل التدخل العاجل لتسوية انشغالهم المتمثل في التوظيف المباشر. ويتمسك المحتجون باعتصامهم المفتوح اليوم السادس على التوالي للتأكيد على ما نص عليه الملف القانوني لقضية حملة وطلبة الدكتوراه والماجستير المتعلق بحق التوظيف، واللي يمكن حصرها في المادة 80 من الأمر 0306 المتضمن القانون الأساسي الذي يسمح بالتوظيف المباشر. تخيل أنك تحمل شهادة ماجستير أو دكتوراه وهي في الغالب تحصلها بعد 6 سنوات إلى 10 سنوات بعد البكالوريا، أي أن في الغالب اللي حاملين شهادة الدكتوراه هم راهم داخلين على 30 إذا مش فايتين 30 سنة. وقد درست حوالي 8 سنوات بعد البكالوريا بالنسبة لحاملي شهادة الدكتوراه، وكاين اللي يدرسوا حتى أكثر من ذلك. بعد ذلك تخرج باش تلقى روحك بطال عاطل، وما عندكش حتى الحق في 1,300,000 اللي هي حوالي 60 أورو اللي أعطاها البعض، أقول بعض، والبعض هذا حتى كان لازم يدفع منها، أعطاها البعض المعطلين ولا أقول بطالين. هذا اللي حامل الماجستير والدكتوراه يتألم في هذه البلاد. الناس اللي بدون تكوين، والناس اللي بدون بكالوريا، والناس اللي بدون أي تأهيل وهم بالملايين، وش يصرى لهم؟ يتجهون إما للحرقة، إما لبيع المخدرات لأنها مفتوحة، إما للسرقة، إما لليأس، إما لأي شيء، أو يروح ينافيقي كما يقولوا أي شيء، نهار يجيب باش يأكل ونهار ما يجيبش. وكاين اللي عندهم مسؤوليات، وكاين اللي عندهم أطفال، وكاين اللي عندهم مو مريضة أو عنده باباه، أو عنده باباه ويماه في زوج لازم يصرف عليهم، وهكذا في بلاد هي عبارة عن قارة بكل ما فيها من ثروات بشرية ومادية وموقع استراتيجي هو في قلب العالم. مرات قد يبدو أني أكرر هذا الكلام، يجب تكراره لأن هذه حقائق صادمة الناس لا تكاد تصدقها. درك ما راناش في البنغلاديش وين أوضاعهم فقيرة والمنطقة عبارة عن فيضانات على سبيل المثال، أو أننا في كوت ديفوار مثلا، أو أننا في النيجر أو مالي مثلا. حتى هذه البلدان فيها فساد لكن موجودة في ظروف طبيعية سيئة وعصيبة جدا. بنغلاديش هي عبارة عن فيضانات مستمرة، النيجر ومالي وتشاد وكوت ديفوار هذه مناطق صحراوية بمناخ سيء وصعب جدا. نحن في بلد هو عاشر مساحة في العالم وهو في قلب هذا العالم، ولا يبعد لا على إسبانيا ولا على إيطاليا إلا بحوالي 200 كيلومتر فقط. في بلد لديه إمكانيات هائلة مادية وبشرية، ها هو اللي يعني لو كان الفقر على الجميع، البلاد فقيرة، البلاد ضعيفة، البلاد صغيرة، مثلا احنا 40 مليون ولكن مساحة البلاد هي 50,000 كيلومتر أو 100,000 كيلومتر ككوريا الجنوبية مثلا، تقول المساحة صغيرة وعدد الناس كثير، لكن شوف كوريا الجنوبية مساحتها 103,000 كيلومتر مربع. كوريا الجنوبية هي اليوم رقم 11 في الاقتصاد العالمي، تجاوزت الروس 100,000 كيلومتر مربع، وموجودة في منطقة مناخية صعبة جدا عبارة عن رياح، عبارة عن أمطار طول الوقت تقريبا، عبارة عن زلازل قرب من اليابان. مع ذلك احنا ما راناش في هذه المناطق اللي هي مناطق زلزالية أو مناخية سيئة جدا، من حين لآخر يحدث زلزال في الجزائر تحدث كوارث، هاي تسقط الأمطار البارح واليوم وغدوة تحدث كوارث تغرق المدن. ولماذا يجب أن نستمر في قول ذلك وأن نكرر ذلك لعله يصل إلى الذين يأسوا أو الذين سكتوا أو الذين خافوا؟ لأن الله أعطانا فرصة، وفرصة كبيرة في هذا الحراك، إما ينتصر الحراك إما تتهاوى البلاد بكل أسف وألم.
إذا سمحتوا لي نمر إلى الملف الدولي سريعا، ثم نرجع إلى زيارة المزور إلى إيطاليا، إلى الاحتجاج اللي راهم سيقومون به إخواننا غدا وبعد غد هناك. وإن كان طبعا قاموا بالزيارة هكذا على السريع، جابوها على السريع، خافوا من حضور الجزائريين من أوروبا كلها. وثم نمضي في ملف الألعاب، ألعاب وهران، وماذا يجب عمله حتى نحول هذا الفرصة اللي تريد العصابة أن تحولها إلى فرصة للظهور بمظهر أنها حكومة ودولة صحيحة وقادرين على إشقاهم والبلاد ماشية، وجيب فقط جيبنا خصنا غير نجيب الناس من الخارج يلعبوا عندنا، نحولوها لهم إلى محنة، نحولوها لهم إلى تهديد حقيقي، نحولوها لهم إلى فضائح حقيقية بالحقيقة وبالأدلة راح نتكلموا عليها. قال ذلك إذا سمحتوا لي نمروا على الملف الدولي. وفي الملف الدولي كما قلت، لعلكم اللي راه يتابع الأخبار في بريطانيا أو الأخبار الدولية يشوف بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون اضطر اليوم مرة أخرى إلى أن يخرج للعلن ويعتذر للشعب البريطاني، ويقول بأنه مش مستعد باش يستقيل الآن، لأن الأوضاع الدولية وأوضاع البلاد ما تسمحش بالاستقالة، وأنه الأخطاء اللي صرات. وأنا كل ما نشوف هذا الموضوع نعاود نقول له كون غرجت هذه، كون جعلنا ألف مرة هذه الأخطاء في الجزائر فقط، كل الأخطاء هذه لو يتكلموا عليها على بوريس جونسون وعلى الفضيحة اللي تسمى بالبارتي جيت، أي فضيحة الاحتفال أو الاحتفالات داخل مقر الحكومة داونينغ ستريت، كلها كل هذا المشكل اللي راه مطروح وقائمة القيامة في بريطانيا ولم تقعد، ما بين الأحزاب المعارضة، المجتمع المدني، الصحافة، أصحاب الرأي، كلها قائمة على أنه في وقت الكورونا، في وقت الكورونا صارت حفلات داخل مقر الحكومة، ومقر الحكومة هذا مش قوس قصور، واللي يعرف بريطانيا أو اللي مر على داونينغ ستريت ويعرف 10 داونينغ ستريت هيشوفها، يعني عبارة عن أماكن، يعني عبارة عن فيلا واسعة شاسعة فيها بعض المكاتب لرئيس الوزراء هناك، هذاك هو المقر نتاع رئيس الوزراء وما جاورها. فكان هناك اجتماعات يشتغلوا، ولكن في نهاية الشغل يديروا احتفال، يشربوا الخمر، يشطحوا إلى آخره، هذه أشياء عادية عندهم طبيعية جدا. لكن القيامة قامت على بوريس جونسون، قالوا له كيفاش أنت رئيس الحكومة وكاين وزراء أنتم اللي أصدرتوا القوانين والتعليمات وكيف يتم تنظيم المجتمع أيام الكوفيد، واللي وصلت إلى درجة أنه ما يستطيعش أن يجتمع أكثر مرات 4 أشخاص، وما يستطيعش مثلا أسرة تزور أسرة في فترة معينة، ومرات بعد وصلوا إلى 6 أشخاص إلى آخره. يعني كان كل مرة يبدلوا يقلوا أو يزيدوا شوية حسب الحالة اللي كان عليها الوبائية في بريطانيا. قالوا لهم كيفاش أنتم اللي أصدرتوا هذه القوانين ما التزمتوش بها، بمعنى قوانين التباعد الاجتماعي. كل التهمة اللي راه يعاني فيها رئيس الوزراء هذا اللي عنده سلاح نووي تحت يده، واللي هو عضو في مجلس الأمن الدولي، عضو دائم، كل ما يعانيه، كل المشكلة اللي دارها هو أنه لم يراعي التباعد الاجتماعي كما كان في تعليمات الحكومة. خلينا نسمعوا له مقطع هنا ثم explain the context of why I was at other events where I was saying farewell to valued colleagues, and I know that people will think it was, some people will think it was wrong even to do that. I have to say I respectfully disagree. I think it was right. When people are working very hard for very long hours, when they're giving up a huge amount to serve their country, and they're moving on to some other part of government, I think it is right to thank them, or leaving government service altogether, I think it is right to thank them.
and I repeat what I said in the Commons earlier on. I believe that they were work events. They were part of my job, and that view appears to be substantiated by the fact that I wasn't fined for those events. For the rest, I just want to say, I appreciate that things didn't go in the way that I would have wanted to. The events proceeded afterwards in the way that I certainly wouldn't have wanted to see. What happened with the custodians was plainly and the cleaners was plainly utterly unacceptable. And I apologize for that as I've apologized to them personally. هنا يشرح وقال لهم بأنها في الحقيقة هذه الاحتفالات اللي تمت كانت للناس كانوا يشتغلوا ساعات طويلة جدا، وكان من الطبيعي أنه يأخذوا شوية بريك، يأخذوا ماك ساعتين ثلاثة يتنفسوا فيها شوية، يشربوا شوية خمر أو يديروا شوية موسيقى وهذا أمر طبيعي عندهم. فقال لهم احنا ما درناش حاجة خطأ كبير، لكن مع ذلك أنا تعلمنا الدروس، وراهي الحكومة راهي الشرطة دارت لي غرامة، وأنا تقبلت الغرامة ودفعت الغرامة. تخيلوا رئيس الوزراء الحاكم، الملكة هنا هي دورها بروتوكولي فقط، الملكية في بريطانيا ليست إلا بروتوكولي، وبعض يسموها فقط لجلب السياح. الحاكم الحقيقي هو هذا، يعتذر ويدفع غرامة دارتها له الشرطة. واليوم لما المعارضة والإعلام الحقيقي خرج له وقالوا له لكن حتى الموظفين تاعك راهم أهانوا، بعض العمال تاع النظافة لما قالوا لهم راكم ترموا في القراع وراكم سكرانين ورميتوا قراع ولا رميتوا حاجات هكذا ما كانش حقكم، قال لهم انا نعتذر لعمال النظافة، نعتذر لعمال النظافة، وقدم اعتذارات وكررها عدة مرات. طبعا الحديث نتاعو طويل، يعني جبت منه دقيقة فقط. رئيس وزراء يعتذر لعمال النظافة، رئيس وزراء يعتذر للشعب، رئيس وزراء يدفع غرامة، رئيس وزراء يعتذر للبرلمان ويعتذر للشعب البريطاني، يعتذر للصغير والكبير. واش دار جريمته؟ العمال موظفين اللي معاه بعد ما كملوا الخدمة نتاعهم اجتمعوا على كاس تاع خمر وداروا شوية موسيقى. هل هذا ممنوع؟ مش ممنوع، الممنوع فقط أنهم لم يحترموا التباعد الاجتماعي اللي كان مفروض من طرف نفس الحكومة. راه خرج حوالي 4 مرات أو 5 مرات في هذا 4 شهور الأخيرة، واربع مرات أو خمس مرات وهو يعتذر ويقول سامحوني غلطنا، احنا تعلمنا، راح نتعلموا منها دروس. هاي لماذا الأنظمة التي يأتي بها الشعب هاي علاش تخاف؟ في بريطانيا كاين لوبيات وكاين تدخلات وكذا كله كاين، لكن في النهاية كاين شعب بريطاني هو اللي يفصل ما بين 3 أو 4 أحزاب ويأتي بهذا أو بذاك في النهاية. هاو علاش الحاكم لما يكتشف لما يرتكب خطأ ولو صغير مثل هذا اللي بالنسبة لنا احنا مش خطأ أصلا، يصبح في حالة مزرية، لأن هناك إعلام يروح يبحث في كل شيء ويدقق في كل شيء ويسأل عن كل شيء. قناة البي بي سي عاملة برنامج كامل نظن البارحة أو قبل البارح مسمينه بانوراما على هذه القضية، يعني هذه القضية أصبحت قضية رأي عام. وكثيرين قالوا لولا أن الحرب في أوكرانيا والروس هذه حرب روسيا على أوكرانيا لكره سقط منذ الأسبوع الأول لظهور هذه القضية قبل 4 شهور أو 5 شهور. هاو علاش دولة مدنية مهمة، هاو علاش، لكن دولة مدنية بحق، راهو خاطش ثاني عندنا الدول المدنية المزورة، دولة مدنية بحق، قضاء حقيقي، شرطة حقيقي، شرطي ربما الرتبة نتاعو ملازم أو حتى سيرجان شيف هو اللي دار الغرامة لرئيس الوزراء ودفعها رئيس الوزراء، ومع ذلك الصحافة والمعارضة وصناع الرأي شنوا هجوم على الشرطة، قالوا لهم لا كان لازم العقوبة تكون أكبر من ذلك. شرطي يحاسب الحاكم؟ نعم يحاسبه، ومع ذلك المعارضين والأحزاب والصحافة لا تقبل ما قام به الشرطة، قالوا لهم كان لازم أكثر من ذلك.
هاي علاش لازم دولة مدنية، هاي علاش لازم دولة قانون، هاو علاش لازم إعلام حر، هاو علاش لازم قضاء مستقل، هاو علاش، هاو علاش لازم مجتمع حي حتى لا يطغوا أي كان. احنا الجماعة عندهم كلوب دي با وما شابهها هذه المستوطنات، عايشين كالملوك كالسلاطين، ما يدفعوا ماء، ما يدفعوا كهرباء، ما يدفعوا انترنت، يسهروا كما يحبوا، يسكروا كما يحبوا، يكسروا كما يحبوا، يغتصبوا كما يحبوا. كم من امرأة وكم من بنت جزائرية اغتصبت في كلوب ديفا، كم أعداد هائلة. بل أن وصل هذا ولد ملزي اللي لما انقلبت الأمور أو في السجن الآن عبد الحميد ملزي، وصل أنه يغتصب بنت ويقتلها ولا شيء يتحرك. كثير من أبناء جنرالات وأبناء وزراء وأبناء من القوم كبار القوم فعلوا ما يشاءون في بنات أو في نساء أو في أولاد، ولم يتحرك ما يسمى بقضاء التليفون ولو حركة. كم من مسكين أو مسكينة قتلوا أو عذبوا أو اغتصبوا ولا إعلام يتحدث لأنه تحت الرونجيرس، ولا قضاء يحقق لأنه تحت الرونجيرس، ولا مجتمع يعرف ما يحدث، لا شيء، لا شيء. أشياء مثل هذه تقوم القيامة. قبل حوالي 8 شهور أو 9 شهور قام شرطي بخطف امرأة هنا واغتصبها ثم قتلها، قامت القيامة لن تقعد. قبل حوالي سنة وشوية ما قعد، الدنيا ثارت، القيامة قامت. هاو علاش هذه المجتمعات برغم كل ما تقدر تنتقدها فيه إلا أنهم لا يسكتون عن ظلم، سواء ظالم بوليسي، جدارمي، والي، وزير، جنرال، رئيس وزراء، ملك، أمير، أمراء. هنا في هذه البلاد أمراء دفعوهم الثمن، أمراء كرهوا لهم حياتهم، أمراء مهددين بالسجن، أمراء سجنوا، وزراء سجنوا، جنرالات سجنوا بحق، ماهيش في ضربة لاكار دي كلون، لا لا لا، كل شيء أمام الشعب. الإعلام يجي يحقق، والشرطة تحقق، والقضاء يحقق، وكل وتتقارن الأشياء. هاو علاش سبقونا، هاو علاش يبقوا سابقيننا دائما، هاو علاش. واش يقول له رئيس الحزب العمال المعارض؟ يقول له لا يمكنك أن تكون مشرعا وأن تخرق القانون، حان الوقت لتحزم أمتعتك. وكلام كبير إلى درجة أنها قضية شاغلة الرأي العام، بالرغم أن هناك قضايا كثيرة الآن في هذه البلاد يعني اللي تشغل الناس، لكن هذه القضية لأنها تتعلق برئيس الوزراء هي اللي راهي مسيطرة على القضية كلها، يعني جت وأصبحت أوكرانيا وحرب أوكرانيا خلف هذا الموضوع. وليس بعيدا من ناحية ثقافية، وإن كانت بعيدة جغرافيا، وهو ما حدث في الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة مثل بريطانيا هي بلد أنجلوفوني أو أنجلوساكسوني، وإن كانت تبعد على هذه البلاد بآلاف الكيلومترات، إلا أنها تتشابه معها في بعض الأشياء، إلا أنها لا تتشابه معها فيما حدث أمس في إحدى المدن الصغيرة في ولاية تكساس، ولاية تكساس القريبة من الحدود المكسيكية. فقد قام شاب ويسموه سلفادور راموس، ولعلكم تابعتم بعض الأخبار لهمن من وراءه، هو من وراء الخبر يعني هذا أكثر. هذا الشاب اسمه سلفادور راموس، عمره 18 عام، قام بقتل 19 طفل واثنين من البالغين، و19 طفل أي 21 قتيل، وجرح العشرات في عملية إطلاق نار عشوائي في مدرسة تسمى مدرسة روب الابتدائية. الأطفال مساكين يعني، أطفال هذو كلهم ما بين 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات إلى آخر، يعني كانوا في كلهم في حدود سن الابتدائي في هذه المدرسة. والقضية حتى أن بايدن سماها بأنها مجزرة، وسمى وقال بأن فقدان طفل واحد يشبه تمزيق قطعة من روحك. وأيضا القيامة قائمة في أمريكا وكيف لا.
فهذه قضية في الحقيقة أنا لما سمعت الخبر أمس تأثرت جدا، لأن فيها البراءة، فيها الأطفال، بغض النظر أين هاد الأطفال ومن هم ولا نعرفهم، لكن عندما يكون هناك قتل للأطفال فهذه جريمة أكبر من أي جريمة أخرى. عندما يكون هناك قتل البالغين حتى الأبرياء منهم في النهاية قد يكون سبب هنا أو هناك، ولكن الأطفال لم يتسببوا في أي شيء. فكانت هذه العملية مدمرة أمس للأمريكيين. في البداية بعض الإعلام العربي خاصة قناة العربية وسكاي نيوز وراحوا يركزوا بلك يعود فيها مسلم، لما ما لقوش مسلم لقوا اسمه راموس وعمره 18 سنة، وهذا الشاب هذا قتل الجدة تاعه، خذ سلاح قتل الجدة تاعه، ربما قالت له ما لا تفعل ذلك، ربما شافت وش راح يدير فقتلها ثم توجه المدرسة. لما قنوات السعود وبن زايد ولما ما لقاوش فيها مسلم خلاص انتهى، والتغطية أصبحت خفيفة فيما بعد. لكن لو كان فيها مسلم وقتل فقط زوج أطفال، لو كان عندهم قعدوا 24 ساعة، يقعدوا أيام طويلة أحيانا، وهم يركزوا الإرهاب الإرهاب الإرهاب، لأن قضية الإرهاب هذه هم دائما يحبوا يسوقوها من جهة يخوفوا الشعب والشعوب، ومن جهة يخوفوا العالم الخارجي بأن المسلمين إرهابيين وقتلة و و و، ومن جهة الحاكم يفرح باش يبقى دائما هو في السلطة لأن هناك إرهاب. لكن أمس مثل الأسبوع الماضي أيضا قام شاب أبيض بقتل 10 من الأفارقة السود ظلما وعدوانا، أيضا عمره 18 سنة، أيضا بكل عنصرية راح قتل 10 منهم وجرح عدد آخر بكل عنصرية. وهذه المجازر اللي تحدث في الولايات المتحدة بشكل دائم، وأصلها ما هو؟ أصلها هو أصلا انتشار السلاح. ويتسألوا الناس لماذا ينتشر السلاح بهذا الحد في الولايات المتحدة؟ في الحقيقة هو حق تحول إلى كارثة الآن. الدستور الأمريكي فيما يعرف بالسيكند أماندمنت أو التعديل الثاني أقر نتيجة للطريقة اللي قامت بها الولايات المتحدة، أو الولايات المتحدة قامت على أنقاض شعوب أخرى وصفوا بالهنود الحمر، وبعض الكتاب كثيرين يقولوا أن قتلوا عشرات ملايين الهنود الحمر البيض الأوروبيين الذين ذهبوا إلى الأمريكيتين خاصة كندا والولايات المتحدة، قتلوا عشرات الملايين. ولذلك تشوفوا أنتم في أمريكا الجنوبية بقاوا كثير من أهل من سكان الأصليين، معهم الإسبان ومعهم خليط يعني وبرتغاليين، ولكن بقاوا السكان الأصليين. ولكن في الشمال في أمريكا الشمالية الولايات المتحدة وكندا تقريبا كاد أن يختفي، خاصة في الولايات المتحدة كاد أن يختفي اللي من أصول هذه البلاد. فالبيض لما وصلوا هناك كان ثقافة التسلح ثقافة مركزية، بدون سلاح قد تقتل، لأن أيضا الولايات المتحدة بدأت بمجموعات مهاجرة، وهذه المجموعات المهاجرة كانت أحيانا تتعاون وأحيانا تتصارع وأحيانا تشكل كل شكل قرية مدينة، ثم بدأوا يجتمعون وبدأ تتركز بينهم نوع من التعاون إلى آخره، وطردوا الاستعمار اللي هم سموه الاستعمار، لأن الولايات المتحدة وكندا سيطرت عليها فرنسا وإسبانيا وخاصة بريطانيا، فتجمعوا لطرد بريطانيا بشكل أساسي من الولايات المتحدة وأيضا فرنسا إلى حد ما. فرنسا تم إنهائها تقريبا الولايات المتحدة تماما، وتشكلت ثقافة التسلح، وأقرت الدساتير الأمريكية أنه من حق الأمريكيين يتسلح، ومرات يتسلحون يعني في بعض الولايات عندهم السلاح، يشتروا حتى السلاح أنت يقدر يشتري لك مدفع يعني أو من هذه المدافع اللي محمولة على الكتف أو. وهناك عشرات الآلاف من الميليشيات المسلحة في الولايات المتحدة قانونا، ما كانش يمنحهم. وهناك معركة كبيرة، لأن قضية هذه العمليات هذه القتل تتم بشكل شبه يومي، برك مرات تسمع بهم مرات ما تسمعش بهم، لما يكونوا 2 3 4 في الغالب الناس ما يسمعوش. عدد الذين يقتلون بالسلاح في الولايات المتحدة كمعدل يتجاوز 50,000 في السنة، عدد هائل يعني. كان حروب خاصة الولايات المتحدة لم تفقد فيها 50,000 هم كل سنة كمعدل، وهناك عشرات الآلاف من الميليشيات المسلحة، وهناك عشرات الملايين من المسلحين.
ويشروا سلاح عادي في الشارع عادي. الصراع اللي قائم اليوم ما بين اليسار ديمقراطيين أساسا ومن معهم واليمين جمهوريين أساسا ومن معهم هو أن الديمقراطيين واليساريين يريدون إدخال تعديلات على قضية التسلح وشروط مش منع كامل لكن شروط تولي صعبة ما يوليش أي واحد يقدر يشتري سلاح، واليمين والجمهوريين اللي يقول لك لا هذا حق دستوري ولا نقبل به، ولأن هذا اليمين عنده لوبيات تاع التسلح اللي هي شركات صناعة التسلح والمجموعات اللي متشكلة في شكل جمعيات مدنية، فهي عندها لوبيات قوية جدا يعني، وتدخل بأموال نتاعها تشتري بعض أصوات المشرعين. ولذلك هذه واحد من أكبر المشاكل، واللي كثير من الدراسات اللي تتوقع مصير بائس للولايات المتحدة تعتقد أن في النهاية ستحدث حرب أهلية في الولايات المتحدة، وأن السلاح وانتشاره بهذا الشكل راح يسهل عملية هذه الحرب الأهلية، خاصة أن الخصومات حول مجموعة من القضايا مثلا الأسابيع هذه اللي مضت فيه اللي تابعوا الملف الأمريكي يعرفوا بأنه كان هناك تسريب من المحكمة العليا حول قضية الإجهاض. ما الإجهاض؟ هذا أيضا قضية الإجهاض لافورتمو منقسم عن بقى فيها الشعب الأمريكي ما بين اللي يسموهم الحق في الحياة أي اللي ضد الإجهاض، وما بين اللي يسموهم الحق في الاختيار أي أن يعطى المرأة الحق أن تضهج أو تجد أن تقوم بعملية إجهاض إذا ما رأت ذلك أو رغبت في ذلك أو كان هناك أشياء. فالولايات المتحدة فيها مجموعة من القضايا لتقسم المجتمع ما بين على الأقل طرفين، يمين ويمين متطرف ويسار ويسار متطرف أو متشدد أو سميه كما شئت. اليمين المتطرف واليمين عموما شفناه تمثل في ترامب، وفي 4 سنوات كانت كارثة أيضا على الولايات المتحدة من ناحية تعميق الخصومات وليس من ناحية الاقتصادية، من ناحية الاقتصادية ترامب حقق كثير من الأشياء لأمريكا، ولكن من ناحية تعميق الخصومات داخل المجتمع الأمريكي أدت إلى كثير أو ما قام به ترامب، اللي راه يتحضر باش يعاود يولي رئيس بعد 2 سنوات من الآن. وطبعا الانقسام من الجهة الأخرى كان مثله باراك أوباما اللي هو من أصول إفريقية وباباه مسلم، وكان اليمين شن عليه عم هجومات متعددة، ويمثله الآن بايدن أيضا اللي هو ديمقراطي، بالمناسبة هو كاثوليكي مسيحي كاثوليكي على عكس الأغلبية العظمى من الأمريكيين اللي هم بروتستانت، وإن كان هذا العامل مش مهم عندهم فيما يخص بايدن لأنه أبيض فما طرحش مشكل كثير عندهم يعني. فهذه القضية ستستمر، وبكل أسف سيقتل أبرياء وسيقتل أطفال وسيقتل رجال ونساء في المستقبل في الولايات المتحدة، لأنهم لم يستطيعوا حل هذا المشكل ما بين دعاة حمل السلاح في المطلق وبدون وضع شروط أو وضع ظروف معينة لحمل السلاح، وما بين الذين يريدون تقنين ووضع شروط حتى لا يكون السلاح منتشر وأي شاب يستطيع أو أي مريض أو أي ديزيكيليبري ولا أي مريض عقلي أو يروح يرفد السلاح ويقتل كما يشاء. نعود إلى القضية وملفنا في الداخل، وملفنا في الداخل نبدأه بموضوع وهران، واللي نتمنى على الناس ونتمنى على إخواننا أن يأخذوا نقاط أو قلم باش يشوفوا وش يقدر يشاركوا في هذه المهمة. هذه مهمة نتاع كل جزائري. تعرفوا أن المافيا اللي راح حاكمة البلاد واللي كانت حتى من أيام بوتفليقة في الحقيقة، لأن هو نفس النظام بدت فقط الوجوه، نصف العصابة في السجون ونصفها مع تبون كما قال الشعب الجزائري، وحتى هذا النصف اللي راه مع تبون او النصف اللي راه في السجون هم كل مره يطلقوا او يصدروا احكامها، واليوم صادر حكم بالبراءه على سعيد بوتفليقه ومانيش عارف شكون معاه في قضيه، قال لك في هذه القضيه الفلانيه، وهم راهم حابين يوصلوا حتى لو كان يوصلوا الى عفو عام يخلطونا يطلقونا شويه حراكين ويطلقوا العصابات اللي راهي عندهم.
فعموما في 2015 كانوا طلبوا باش يديروا العاب البحر المتوسط تكون في وهران. العاب البحر المتوسط اللي نظمتها الجزائر واللي هي بدات قبل 60 سنه او 70 سنه، بدات هذه الالعاب من سنه 51، اكثر من 70 سنه نظمتها الجزائر مره واحده في 75 في زمن بومدين. وطبعا بومدين ايضا قدمها لكي يقدم انه نظام مستقر وانه ماهوش ديكتاتوري، وانه بالفعل استطيع ان اقول انهم نجحوا الى حد ما في 75. كنت صغير انا ذاك، ولكن ما زلت اتذكر مثلا الماتش اللي صرا في الاخير ما بين الجزائر وفرنسا، وكان عباره عن ملحمه، بحيث بطروني رحمه الله يسجل هدف التعادل في الدقائق الاخيره، ثم اعتقد هو اللي سجل الهدف الثالث في الانتصار على فرنسا. كانت المقابله ما بين الجزائر وفرنسا في العاب البحر المتوسط، وكان الشعب آنذاك وكأنها تكملة للثورة الجزائرية. وبالفعل هذيك أعطت البومدين آنذاك نوع من على المستوى الدولي وعلى أيضا على المستوى الداخلي، خاصة بعد أن فاز فريق كرة القدم، فاز بتلك المقابلة التاريخية مع الفريق الفرنسي. المهم، تاريخيا الدكتاتوريات استخدمت دائما الألعاب الدولية لكي تدير نوع من البروباغندا، نوع من التجميل، نوع من المكياج لوجهها القبيح. فاستخدم في عدة، استخدم مثلا استخدمت الألعاب أيام هتلر، وكيف كان الرد الغاضب جدا لهتلر عندما انتصر أمريكي أسود في 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 أعتقد في واحدة من مسابقات الجري، وكيف كان هتلر غاضب جدا لأنه كان هو يطرح في نظرية أن العرق الآري، العرق الجرماني، هو أفضل العرق، وأن العرق الأسود هو من بين أسوأ العرق. وكان قسم العالم على أعراق، في أعراق متحضرة ومتعلمة على رأس العرق الألماني الآري، ويجوا بعدهم أعراق أخرى إلى أن يصل إلى آخر الأعراق. استخدم أيضا دول أخرى، استخدم الاتحاد السوفيتي، استخدم الألعاب، الصين استخدمت الألعاب، حتى بوتين استخدم الألعاب نتاع 2018 والألعاب نتاع سوتشي نتاع 2014، ألعاب 2018 كأس العالم، 2014 كانت أعتقد الألعاب الأولمبية في سوتشي إلى آخره، في الوقت اللي كان يذبح فيه السوريين شيشان ودول أخرى في 2014، في 2018 كانوا السوريين إلى آخره. نظام اليوم العصابة لدينا تريد أن تظهر للعالم الخارجي ما كانش حراك، هذا الحراك انتهى، وما كانش معارضة وما كانش احتجاج على الحكم العسكري، وأن كل ساس نورماليز، كلش راهو داخل في التطبيع وراهو نورمال وراهو لاباس وتوفا بيان. لذلك كل جزائري حر وحرة يجب أن يكون له دور في إظهار حقيقة الوضع في الجزائر للعالم من خلال هذه الألعاب. لحد الآن اعترفوا بأنهم صرفوا أكثر من 500 مليون دولار، كثيرين قالوا لي راهو تجاوز المليار دولار، لكن حتى لو افترضنا فقط واش قالوا 500 مليون دولار، راهي 9000 مليار سنتيم، 9000 مليار سنتيم. هم مستعدين يزيدوا يصرفوا 90000 مليار سنتيم إذا لزم الأمر، باش ل 11 يوم من 25 جوان الى 6 جويليا، هذه وقت الالعاب، يبانوا فيهم باللي اجروا العاب وباللي لباس الامور. خلينا نشوفوا شويه جزء من حاله وهران، البعض جزء من حاله وهران. هاي حالة وهران. طبعا هذه الصور مش شرط نتاع بأمس او الاسبوع اللي فات، او تقدر تكون عندها شهر او شهرين او حتى سنة او سنتين، لكن الوضع ما تبدلش. الزبالة، الأمور متردية في كثير من الأحياء، هذا جزء منها. وطبعا اللي راهم عايشين هناك، طبعا الجزائريين كلهم راهم عايشين هذه الحالة، لكن هاي وهران أيضا، هاي وهران.
اي وهران يقوم بالواجب الكبير في البلاد. ثانيا الحكام وراهم الحكام في الساحه، في الساحه وراهم في الساحه، في الساحه ما كانش راهم غايبين في الساحه. ما مسحنا في المكتب راه في المكتب راه قاعد في المكتب حتى كان شاف يدخل كده وراه هكا. اسموني اسموني قاعد على الكرسي هذا بونكوز بس ولكن في الساحه ما كانش هناك الله لا مير لا شبايره لا المسؤولين تحت يراقبوا للدار ما كانش في الساحه ما كانش. أنا أقول له الرسالة نوجهها كاع للشعب، للشعب الحملة الأولى، ثانيا للسلطة. هاي أحوال وهران كبعض الصور. وانا اتمنى على اخواننا في وهران وما جاورها لانهم راح يديروا في عدد من المدن المجاورة بما فيها السيق مثلا وأرزيو وعين ترك إلى آخره أن يصوروا صور حقيقية للواقع كما هو، ومليح دائما يدروا التاريخ ويبعثوا لنا الصور وينشروها ويبعثوا لنا الصور. ما هو شرط تتكلم باش ما يحبسوكش ما يعرفوش صوتك، ماشي شرط تتكلم، ممكن فقط تكتب ورقة أو تكتبي ورقة هاو التاريخ وهاو الحي، الحي المكان في ورقة تبين حي مثلا مش عارف أنا في بيرلجير ولا في سيدي الشحمي ولا في المدينة القديمة ولا. طبعا أنا نعرف وهران منذ سنة 82، يعني كنت درست فيها ما بين 82 و 84 وكنت أعجبت بها جدا جدا. ولأول مرة يعني كان عمري يومها 19 سنة اللي خالطت ناس الغرب بحق يعني وشفتهم وعشت معاهم يعني. فتكتب الحي والتاريخ فقط وتصور أو تصوري وترسلوا الفيديوهات باش تبان الحقيقة للعالم الخارج. اليوم هم يكذبوا على الناس، هما راهم يصوروا في هذيك الأماكن الجميلة هذيك إلى آخره، وحتى بعض هذيك الأماكن فيها كوارث، لكن يأخذوا صور بطرق معينة باش تبان باللي وهران هذه راهي عروسة، هذه راهي هي يعني البندقية وما توصلهاش أو نيس ما توصلهاش. يكذبون أكثر مما يتنفسون هذا القوم هذا. إخوانكم، وأنا دائما كي نقول إخوانكم بما فيهم أخواتكم وربما هم اللي راهم يلعبوا في الدور الرئيسي، راه في عمل يقام، في عمل، هذا العمل نتمنى على المساعد الفاضل أن يضع الروابط، راه فيه رابط لموقع ورابط للفيسبوك ورابط للتويتر ونظن أيضا رابط لليوتيوب. وهذه النسخة بالعربية، راح كاين نسخة بالعربية وواحدة بالفرنسية وواحدة بالإنجليزية باش نخاطبوا العالم باللغات المنتشرة فيه، نخاطبوا الجزائريين ونخاطبوا العالم الخارجي أيضا. فتضامن ألعاب البحر المتوسط وهران 25 يونيو 6 يوليو فيها بداية في هذه تشوفوا فيها في هذا الموقع تجدون مثلا وش يطالبوا به إخوانكم. يعني الشعار الرئيسي اللي راح نرفعوه هو شعار ستوب، وهو عبارة عن يد بهذه الطريقة ومكتوب فيها ستوب أو قف وباليد. ومن بين الأشياء هنا ستوب وديتنسيون أربيترير، قفوا أو توقفوا عن الاعتقالات العشوائية. Stop à la répression، توقفوا عن القمع. Stop à l'abus de pouvoir، توقفوا عن استغلال السلطة. Stop au gouvernement de la terreur، par la terreur، توقفوا عن الحكم بالترهيب والترويع. Stop au non-sens، توقفوا عن العبث. Stop à la dictature، فلتسقط أو تتوقف ديكتاتورية أو تواجه ديكتاتورية. Stop à l'emprisonnement d'innocents، توقفوا عن سجن الأبرياء، وهكذا في مجموعة
من اللحظة. وفيه في الموقع الصفحة الأولى فيه هكذا، وهذه صورة من داخل سجن، وفيها الحقيقة البشعة، الإرهاب الحقيقي للنظام في الجزائر. لدينا مجموعة نقاط. لدينا جنرالات فوق القانون حيث يعتبرون الشعب والبلد ممتلكاتهم الخاصة. لدينا اعتقالات تعسفية لمئات الأشخاص من بينهم قاصرون. لدينا قمع وتعذيب مذل ومعاملة مهينة للمواطن البسيط. لدينا تاريخ غير مفصول فيه متكون من 20,000 حالة اختفاء قسري وعدد كبير من السجناء وأكثر من 250,000 قتيل بطريقة أو قتلى بطريقة وحشية وبلا معنى بهدف الترويع. لدينا الآلاف من الذين يخاطرون بحياتهم لعبور البحر المتوسط إلى الشاطئ الشمالي. هذه من بين النقاط اللي يجب أن تصل إلى العالم الخارجي. تستطيعون أن تنقلوها إخواننا؟ رايحين كما قلت رايحين نضع، سواء وأنا أتحدث الآن أو المساعد فيما بعد يضعها على الصفحات، على موقع تويتر، على اليوتيوب، على صفحتي الفيسبوك، على الإنستغرام، على التيك توك، كل هذا عندي في مواقع ستجدون هناك، وآخرين أيضا إخواننا ستجدون على صفحاتهم وأخواتنا. فينتشر هذا الموضوع أولا للجزائريين، لأن كثير من الجزائريين مستمعين بهذا الألعاب أو مش عارفين وش هذا الألعاب وأهداف هذا الألعاب، باش نقول لهم أن الهدف صرف أموال الشعب الجزائري على الكذب، صرف أموال الشعب الجزائري باش يقولوا تو فا بيان، كلش راه مليح، صرف أموال الشعب الجزائري بآلاف المليارات باش البلاد راهي هايلة وراه عندنا نظام حكم ما عندناش مشكل، وهذوك المشاغبين اللي راهم مشاغبين هذوك راهم ضد البلاد وضد البشر وضد الناس الحركيين يعني. هذه العصابة ماذا تريد؟ وطبعا أموال ستنهب بلا حدود. كل ما يسمى بالمهرجانات الدولية اللي داروها أو الألعاب أو نهبوا فيها، هم يحاكموا في خليدة مسعودي، قالوا لها وين راحت العشرة آلاف مليار؟ عشرة آلاف مليار سنتيم على مانيش عارف قسنطينة عاصمة الثقافة الإسلامية ولا العربية، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، بجاية مانيش عارف عاصمة واش، هذا إلا داروا حاجة ثم مانيش عارف، وهي أموال ضخمة من جيوب الشعب الجزائري لأغلبيته راهي تعاني، تصرف مرات على التفاهات والسفاهات مثل هذه المهرجانات اللي كانوا يديروها تاع الثقافة وما فيها حتى شيء من ثقافة، ومرات باش يشروا ذمم لاعبين أجانب وفيدراليات أجنبية يخلصوهم يحطوهم في سانك إتوال. شفنا درواز يشتكي لأن الفيدرالية الفرنسية نتاع الخيول اعتذرت، قالت لهم احنا ما نجوش لأن الخيول نتاعنا ماهوش مضمونين أنهم يتلقاو المعاملة الجيدة، خافوا على الخيول تاعهم. تخيلوا وعندهم الحق يخافوا على الخيول تاعهم، احنا ما يخافوش على البشر نتاعنا هذا المافيا هذه. فهذا باش يوصل للجزائريين، العصابة هذه تصرف في أموالنا باش تشري الصورة الجميلة، باش يديروا لها ببليسيتي في بعض الجرائد وفي بعض القنوات وفي بعض، وجزء كبير من هذا المال يهرب إلى سويسرا وإلى إسبانيا وإلى الإمارات وإلى البحرين وإلى فرنسا وإلى بريطانيا وإلى أي مكان يقدروا يهربوا له الأموال. لذلك يجب أن نحول هذه الألعاب كجزائريين، نحول هذه الألعاب أن نجعلها لهم أزمة، نجعلها لهم فضيحة، نجعلها لهم يندموا أنهم يصرفوا أموال الشعب باش يبيعوا الكذب والخداع والمكر. في الموقع أيضا فيه مجموعة أخرى وهي الحريات المدنية ليست إرهابا من المطالب، التعاطف ليس إرهابا، الرقابة على الأموال العامة والممتلكات العامة ليست إرهابا، ارتكاب المجازر باسم الأمن القومي أو الأمن الوطني إرهاب، التضييق الخناق على الأشخاص بمن فيهم القصر هو الإرهاب. وهنا رسالة إلى هؤلاء المشاركين
وفيها أشقاءنا حول البحر المتوسط، أنتم كذلك يهمكم الأمر، هذا الأمر معا، نقول معا توقفوا عن هذا العبث. وهنا إشارة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على تطبيق القانون، تقوم بتدريب الطغمة العسكرية كيف تقمع النشطاء السياسيين. ونشير هنا إلى جهة أوروبية تساعد في المافيا باسم تطبيق القانون، تساعدها على قمع الحراك وعلى الحركيين. نقول لهم الأوروبيين عندكم دور أنتم أيضا. وهذه الصورة، ولعل البعضكم يرى ويعرف هذا الطفل حسان محمد عبد الله ابن ذلك الجبل الشامخ المقاوم محمد عبد الله، وفي يده، شوفوا يده مكتوب فيها ستوب، وفمه مغلق وكانه مغلق باش تبان ما معناه. ولماذا تم الاختيار على حسان؟ لان حسان من مواليد محمد عبد الله، من مواليد وهران، وحسان من اجداده اهله من وهران. محمد عبد الله اللي راه سجين عند المافيا العسكريه من وهران، وهو من وهران، وحسان من وهران. فجت مصادفه انه احد اشرف رجال البلاد اللي راه مسجون عند المافيا العسكريه، احد شرفاء رجال البلاد اللي راه مسجون، محمد عبد الله، وهو من وهران ومن مواليد وهران، راكم جايين تحتفلوا في المدينة نتاعو وهو سجين، مثله مثل الآلاف من اللي إما سجنوا إما راهم مساجين إما راهم على أبواب أن يسجنوا، هذو من الحركيين خلاف المظلومين اللي راهم في السجون ظلما وعدوانا. فإذا الرمز هو هذا، أن يتم وضع شيء على الفم وباليد ستوب. وهذه اللي نطلبوها من اللاعبين ومن المتفرجين ومن الحاضرين، أن يكون هذا هو الرمز. ولعلكم لاحظتم في الصفحة الأولى هما دايرين في رمزهم في الألعاب في الموقع تاعهم دايرين أسد، احنا درنا الأسد هذاك لكن خلف القضبان، وهنا الأسد يرمز للشعب الجزائري اللي راه خلف القضبان. هذه الرمزية اللي قلبناها لهم باش هما يديروا على أساس أنهم أسود ومانيش عارف، فإذا بي احنا هذا أسد يرمز للشعب الجزائري ولكنه راهو تحت الحصار وتحت وفي سجن كبير تسمى الجزائر اليوم بكل أسف وألم. وهنا رسالة: مع اقترابنا من دورة الألعاب المتوسط 2022 نريد نحن الجزائريون أن نشارككم الحقيقة البشعة عن الجزائر. وهنا مجموعة من الحقائق، مش كل الحقائق، مجموعة فقط من الحقائق. نحن الجزائريون داخل الجزائر لا نستطيع أن نقول كلمة واحدة للتنديد بالفساد وإساءة استخدام السلطة، لأن التنديد بالظلم في الجزائر يعتبر عمل إرهابي. 2- لا يمكن أن يكون لدينا رأي خاص بنا، لأن الاختلاف في الجزائر يعتبر عمل إرهابي. 3- لا يمكننا التجمع أو الاحتجاج والتنظيم، لأن التجمع في الجزائر يعتبر عمل إرهابي. 4- لا يمكن الحصول على جلسة استماع عادلة، لأن سيادة القانون في الجزائر تعتبر عمل إرهابي. 5- لا يمكننا أن نساعد بعضنا البعض، لأن إعطاء المال لأسرة السجين أو الشخص المختفي قصريا في الجزائر يعتبر عمل إرهابي. احتفظنا بخمس فقط، خمس أشياء، وانتم تعرفوا باللي كل هذه اللي ذكرناهم راهم خاوتكم يحاكمون باسم الإرهاب وباسم المادة 87 مكرر 87 بيس، راهم يحاكمون بهذه الأشياء. كاين اللي مد مال لأسرة حراكي راه مسجون، كاين اللي دافع على الحركيين راه مسجون بما فيهم محامين، بما فيهم محامين. كاين اللي احتج او راح باش يحتج راه مسجون وداروا له تهمة الارهاب. وسقسوا اخوانكم تاع سكيكدا ونتاع بجاية ونتاع المدية ونتاع افلو ونتاع العاصمة ونتاع وهران ونتاع النابة ونتاع باتنا وفي كل مكان. وبعدين اقرا رسالة الامم المتحدة الموجهة الى المسؤولين الجزائريين حول اساءة استخدام مصطلح السلطة الارهاب. وهناك مجموعة من الرسائل أو التقارير اللي صدرت عن منظمات حقوقية حول حق الإنسان في الجزائر، حول الظلم في الجزائر، حول التعذيب في الجزائر، حول الترهيب في الجزائر، حول
تخويف الحركيين في الجزائر. هناك عدد راه منشور ايضا في الموقع وفي الصفحه تاع الفيسبوك، وراه ينشر على مدى مستمر في تويتر. الان راح تبداو تلقاوهم بالفرنسيه والانجليزيه، كنا بدينا بهذا الفيرسيون، والعربيه الان راه ايضا جهزت، فتجدوهم فيها كلهم في اليومين ثلاثه القادمه، وراح ننشرهم احنا بشكل دائم ومستمر. واللي ما يقدرش من اخواننا فقط دير شير، فقط تبع، فقط اعمل بارتاج، فقط قول واحد منا في انتظار ان نسمع منكم. هاي هنا مجموعه صور ايضا، مجموعه صور معبره عن الموضوع، تجدونها ايضا في هذا الموقع وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى كل هذه المواقع، ومجموعه من المعلومات، لان طبعا هنا ما نقدرش نوريكم كلش، ستجدون مجموعه كبيره من المعلومات. يجب ان تصل الصوره الحقيقيه كما هي لهذه الفرق الرياضيه، لهذه الفيدراليات الرياضيه ولشعوبها عما يجري بحق في الجزائر. نريد ان نكسر البروباغندا، نكسر الدعايه الكاذبه، نريد ان تصل صرخه الجزائريين اللي راهم في السجون، نريد ان يصل هذا الامر الى العالم. اذا ارادوا لهذا الشيء ان يتوقف فليطلقوا سراح الحركيين وسراح اهل التسعينات. بامكان العصابه ان نعدوها باللي نوقفوا هذا العمل اذا اطلقوا في الايام القادمه كل الحركيين وكل المعتقلين في التسعينات ظلما وعدوانا، وراهم في حدود 150 واحد. وطبعا المعتقلين تاع التسعينات هذو غير اللي ما رفدوش السلاح، اللي رفدوا السلاح راهم كانوا تفاهموا معاهم منذ زمن طويل. كيف يمكن كل واحد منا ان يساعد؟ كما قلت، المساعده بالبارتاج، المساعده بالكتابه، راه كاين رسائل مكتوبه بالفرنسيه والانجليزيه والعربيه، واللي يقدر يترجم لنا الاسبانيه والبرتغاليه والى لغات اخرى فليفعل، والايطاليه فليفعل، لان هذه راه فيه 26 دوله راح تشارك مبدئيا. هما معترفوا قالوا غير 12 دوله اللي راهي وافقت لحد الان، وهذه في حد ذاتها ضربه كبيره ليهم. لكن نفترض انهم راح كل 26 دوله، نفترض انهم يجوا. يجب ان ننشر على صفحات الفيسبوك تاعهم واليوتيوب والتويتر والانستغرام هذه الحقائق اللي رانا قدمناها لكم احنا، وتقدروا تزيدوا عليها انتوما. ايضا انصح اخواني بان يقوموا بتصوير فيديوهات في وهران وما جاورها. بالمناسبه الالعاب هذه راح تتم، باش نعطي لكم التفاصيل، المدن اللي تم فيها بما فيها مدن مثل السيق وغيرها. خلينا نشوف، نعم، البلدان اللي تشارك وباش تعرفوا مع من رانا نتكلموا. البلدان المشاركة هي ألبانيا، طبعا الجزائر، أندورا، أندورا هذه دولة صغيرة خلاص ما بين إسبانيا وفرنسا، البوسنيا، كرواتيا، قبرص، مصر، فرنسا، اليونان، إيطاليا، الكوسوفو، لبنان، ليبيا، مالطا، موناكو، مونتينيغرو، جبل الأسود، موروكو، المغرب، شمال مقدونيا، البرتغال، سان مارينو، سربيا، سلوفينيا، إسبانيا، سوريا، تونس، تركيا. البرتغال ثاني مشاركة، بعض إخواني أمس لما ذكرت أو أول أمس لما ذكرت البرتغال، بالمناسبة قولوا لي للصوت راه مازال ممتاز ولا لا مع الميكرو هذا باش نعتمدوه إن شاء الله، إذا كان الصوت ممتاز. لما ذكرت البرتغال، نعم هي لا تطل على البحر المتوسط ولكنها هي جزء من ألعاب البحر المتوسط، فقط لبعض إخواننا يعني. هذه البلدان اللي مشاركة أي الناس 26 بلد، فراح نحطوا في هذه المواقع تاع الفيسبوك وتويتر والموقع، راح نحطوا كل عناوين الفيدراليات، فيدراليات نتاع الألعاب البحر المتوسط. ثم داخل الفيدرالية تاع كل بلد يجوا الألعاب، نظن كاين 21 لعبة. كاين 21 لعبة إذا ذاكرتي جيدة في هذا، لكن المهم راح نحطوهم. فكل لعبة مثلا
نتاع الفريق نتاع لعبه الهاند بول ولا الباسكت بول ولا نتاع الخيول او نتاع الجري او نتاع الفوتبول راح تجدونهم فتكتبوا لهم واللي تكتب له بالنص اللي تحب او تنقل النص اللي راه موجود ومحضر باش ترسلوه لهذه الفيدراليات وتقولوا لهم اذا كان يجب ان تذهبوا للجزائر فاعلموا ان هناك شعب اسير ان هناك شعب مظلوم ان هناك مئات الحركيين في السجون والاف دخلوه والاف ينتظرون ان يدخلوه اعلموا ان هناك شعب مفقر وشعب منهوب وملايين من الشباب عاطلين تذكروا ان الشباب يموت في البحر باش يروح يوصل ايطاليا او الى اسبانيا او الى اي بلد اوروبي قولوا لهم هذا الكلام وصلوه لهم راكم رايحين راهم رايحين يدير لكم الكروفات ويدير لكم افضل الاكلات ويدير لكم افضل الاماكن لكن راه خلف الفنادق تاع خمس نجوم راه يوجد سكان القصدير سكان مناطق الذل سكان فقراء راه يوجد الزحام وتوجد المخدرات وتوجد الكوارث خلف فنادق خمس نجوم تاع وهران ذكرهم بهذا خذوا الصور سنضع أكبر عدد ممكن من الصور التي تعبر عن مأساة الجزائر ككل ولكن أيضا عن الصور تاع وهران الحقيقية الفيديوهات الحقيقية صور تاع السيق تاع أرزيو انتاع بيرجير انتاع كل هذه الدوائر اللي راح تتم في هذه الألعاب واللي راهم الآن يحبوا يبينوها بصورة جميلة وراهم يعملوا في التنظيف وراهم كل هذا راهم يديروا فيه فقط لأسيادهم اللي جايين من الخارج باش يظهروا أن الجزائر توفا بيان نو الجزائر ماهيش توفا بيان الجزائر في أوضاع كارثية تحت حكم المافيا العسكرية والمخابرات الإرهابية يجب أن تتوقف المافيا العسكرية عن التدخل في شؤون سياسية يجب أن يستقل الشعب الجزائري ويقرر مصيره يجب أن تصرف أموال الشعب الجزائري على الشعب الجزائري يجب أن يتوقف الظلم والسجن والاختطاف كما اللي شفناه الحساني يجب أن يتوقف الضغط كما اللي راه وقع فيه إبراهيم الإعلامي اللي قال هذه المرة ما يزيدش يدوني حي واللي من هنا وجه له تحيتي هو وإخوانه الثابتين والصابرين يجب أن يتوقف هذا العبث يجب رسائل بالعربية بالفرنسية بالإنجليزية وكما قلت قد أيضا من يستطيع أن يترجمها إلى لغات أخرى لغات هذه الدول وترسل لهذه الدول وإذا أمكن حتى أن ترسل إلى جرائدهم ترسل إلى البرلمانيين تاعهم ترسل إلى الفيدراليات تاعهم ترسل إلى اللاعبين واللاعبين المشهورين تاعهم ترسل إلى كل شخص ممكن أن ينقل الحقيقة نحن لا نكذب عليهم نحن نريد فقط أن نظهر أن وهران ما هيش توفا بيان وأن الجزائر مش توفا بيان وأن هذه الألعاب ليست للألعاب إنما هي من أجل ريدوري البلازان انت عند ديكتاتير ميليتاري كريمينال فقط هذه الحقيقة فهو العمل المبدئي موجود الباقي هاو لكم أيها الأحرار أينما كنتم في الداخل أو في الخارج باش نفضح هذه العصابات لكي تتوقف عن الكذب وعن الخداع وعن المكر وعن الظلم وعن الحجرة ولكي يعرفوا بأن هذا الشعب ولد حرا وهو مصمم أن يبقى حر بأن هذا الشعب مهما فعلوا فيه فإنه لن يسكت على حقه في قيام دولة مدنية دولة العدل والحق والقانون بإذن الله حياكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.